المهم حبايبي غادي نمشيو ان شاء الله للحرم نصليو صلاة المغرب وانتم معنا ان شاء الله. مبرشة الحاج شحال غزالة. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الخوت خواتات كديكم ماشي غاليه شخباكم لاباس عليكم. كنتمنى من الله تكونوا كاملين بالصحه والسلامه وطول العمر باش ما كنتمنوا ان شاء الله. اليوم ان شاء الله جيت الحرم كما كتشوفوا ما شاء الله الاجواء جد رائعه واغلبيه الموجودين حجاج الله يتمم عليهم بخير يا ربي. كما كتشوفوا امامي فندق ابراج السفوة غادي ندخل من مستشفى الاجيد الطوارئ ندخل من هذه البوابه ما شاء الله في عده الابواب حتى هاد الباب يودي الاسواق لان رحاله ان شاء الله. وبالنسبه للناس اللي كيبغوا المستشفى راه فيه مستشفى في فندق اجياد لتحت عند الاسواق وكذلك في برج الساعه في الطابق 11 كما كتشوفوا ما شاء الله. وانتم رايحين في محلات هذه على يدكم اليسرى وانتم داخلين ما شاء الله في عده محلات. ودائما انسان ما عمره ما يزرب ياخذ افكار ويدور ويشوف الاسعار ترى كيكونوا المحلات مش الاسعار زي بعض يعني كل واحد والاسعار اللي عنده. شوفوا هذا المحل زمزم ما شاء الله اسعاره جد جد رائعه من 15 ريال 30 ريال 20 ريال ما شاء الله اسعاره جد جد رائعه يعني عنده هدايا حلوه. اليوم ان شاء الله غندير معكم جوله في محل اسمه مول كسوه الفخامه بالنسبه للناس اللي كيبغوا يشتروا التواب المخاوير اي حاجه انتم تباغينها راح تلقوها في هذا المحل واسعاره جد جد مناسبه ومحل كبير ما شاء الله كل شيء تلقوه عنده. ما شاء الله خديت لكم الكارت بالنسبه للناس اللي ما يعرفوش ويدوخوا هذا. كما قلت لكم والله اسعاره جد جد مناسبه والمعامله ديالته صراحه طيبه. صحباتي ماما ملي جات تقدمت مع عنده وحتى انا كنتقدم عنده صراحه اليمنيين معاملتهم جد جد طيبه. المهم كما كتشوفوا ما شاء الله المخاور عنده اسعار عنده من 60 ريال لين 100 ريال بالنسبه ان شاء الله اللي يجيني يبغوا ياخذوا المخاور ترى فيه هذه النوعيه راه حرير ما شاء الله وفيه نوعيه اخرى بالشيلان. المهم خليكم على الفيديو لين ما تنساوش من داك اللايك وتبارطاجيو مع عائلتكم واحبابكم يا ربي. كما كتشوفوا ما شاء الله الوان جد جد رائعه. شوفوا ما شاء الله فكرة جديدة جاي. شوفوا هذا الموديل اللي هو جديد مخاور. شوفوا الصدرية كيف ما شاء الله هذه تراها الجوهرة مخاور. أيوة. وهذه اليدين شوفوا اليدين نفس الفصوص مخاور. اللي على الصدر ما شاء الله القماش حلو فيها ألوان صح هذه أكيد هذه ألوان ديالها أيوة ما شاء الله شوفوا ألوان وذواقة. كم السعر هذه؟ الأسعار كلها 120 إلى 90 على حسب. المهم أسعار عنده صراحة مناسبة نعم. وتنقص بالنسبة اللي خدات عنده يعني اكثر من قطعه راه تيدير التفاوض. كما كتشوفوا اللوينات المهم كما سمعتوا من عنده الاسعار من 180 90 وكما كتشوفوا وعنده الجوهره اللي رخيصه حق الهدايا غادي نوريها لكم ان شاء الله انتم شفتوها ايوا غنشارك معكم حتى بالنسبه للهدايا فيها يعني متره بالاكياس يعني تشيلوها بس وتحطوها في شنطتكم. وعندك الان معنا جديد بالنسبه للناس اللي كيبغوا تكاشط بالمزونه والعقيق ها انتم شوفوا ما شاء الله ها انتم هي شوفوا هنا فتح لينا وحده شوفوا تبارك الله كيف دايره عاودتوا داك الشيء ثابت شوفوا تبارك الله بينات كما كتشوفوا ها انتم الالوان شوفوا ما شاء الله فيه الابيض فيه الاسود شوفوا الملك انا صراحه كنقول الاسود هو الملك والملك الالوان وما عرفت شوفوا الابيض ما شاء الله انتم شوفوا هاد اللوينات لي العريسات شوفوا تبارك الله في هاد القماش ايش اسم هذا هذا كمان تكاشط هذه كم هنا الكوبو هذا على دنتيل وفي على كوبير على حسب بالمتر في المتر ب70 في المتر ب60 وهذا هذا بالتكاشط هذه يعني في ب 500 في ب 400 في ب 300 على حسب. بالنسبه للعريسات كتبغوا شي حاجه اللي طوب شوفوا تبارك الله اللوينات والتطريز داك الشيء صراحه مسول. وهذه هي الجوهره ديال الهدايا شوفوا تبارك الله جهزنا هذه للحج موسم الحج هذه بالنسبه لموسم الحج يعني الالوان كلها ما شاء الله موجوده كما كتشوفوا الالوان كلها متوفره. والسعر كم هذه؟ اي ب 30 ريال شوفوا تبارك الله ترى الجوهره اللي زوينه هذه يعني مش ديك الجوهره اللي ماشي حالك يعني غزاله وعندهم نوعيه ب 25 ياك فيه
بس قد أحسن شيء. بس أحسن شيء هذه يعني صراحة روعة. شوفوا ما شاء اللونات كلهم اللي كيسروني على المبرة السادة والمطروزة زي كده. ما شاء الله رعدوا كل شيء وما شاء الله محل ديالهم هما راه كبير. محلهم راه كبير و المهم انا ما عقلتش على الرقم ديال المحل ديال منصور 159. المهم هذول المحل اللي كنتقدم لك اللي كتسولوني عليه المهم هو هذا. صراحه جات الوالده تقدات منه كيتقدموا عندهم صحاباتي هما كيجيو يتقداو. صراحه كيدير لهم سعر مناسب صراحه. هادشي اللي تيعجبني انايا المحل. شوفوا هنايا شوفوا هنايا التواب ديال العبايات بالنسبه حتى للعراقيين. شوفوا ما شاء الله هذا بالنسبه للايرانيين تما ما شاء الله العراق والايران نفس الشيء حق العبايات الفوقيه. هذا القماش حق الرجال الفوقيه. شوفوا ما شاء الله انواع واشكال للرجال. وفين هذاك السوستي حق الرجال؟ هناك. شوفوا هذه بالنسبه للقفاطن منبت بالحجر. شوفوا تبارك الله شي حاجه اللي طوب. انتم اللوينات كلها موجودة عنده انتم جميع الالوان. شتو تبارك الله انتم اللوينات فنين. هادو يجيو قفيطنات يجيو بحال شكل مخاور تخيطهم فنين. شوفوا درا منبت وهذه لويناته. شوفوا تبارك الله انتم شوفوا هذه تليجة جديدة. يقول كم من متر هذه؟ هذا حسب التفصيلة كان 120 كان 150 كان 100. شتو ما شاء الله المحل ديالهم راه كبير. عرفتوا ملي كتدخلوا عندهم المحل ديالهم طولي. شتو تبارك الله عندهم بالنسبة للناس اللي كيبغوا التواب ديال تكاش تدخل داخل. شوفوا ما شاء الله داكشي ديال العريسات. بالنسبة للخوات اللي كيبغوا الصاري كيسولوني عليه. هانتوما راه الوان واشكال. هانتوما راه منبت بالنسبه للبنات اللي كيبغوا يديروا التكاشات راه منبت. شوف هانتوما ما كنحاول كنتذكر التعليق ديالكم باش نجي نصور لكم داكشي اللي نتوما محتاجينه. ما تبقاش الدور وكلشي تقدوا من عنده وتمشيو. هانتوما وسولوا مثلا حاجه تبغوها. المحل سميتو منير تبارك الله. المعامله جات شي طيبه الله يجازيه بخير. اللي كيجي عندك كيبقى يدعم. وهاد التليجة بالحجر كمان جديدة. هاديك التليجة تليجة بالحجر. ايوا شوف كلها منبتة ما شاء الله. هادي الجديدة؟ لا مو جديدة. لا جديدة. اي ما شاء الله. هادي الكوبو كم يجي؟ هو من 150 بس اللي يجي من طرفك له سعر خاص. الله يعطيك العافية. شفتوا كيف؟ وهادي المبرة بالنسبة للمغاربة. شوفوا تبارك الله عرفتي زوينة. شوف كيفاش كتلمع. عرفتي تجي قفطان تجي جلابة كاملين هالألوان. ايوا ما شاء الله. وبالنسبة لهذا الصاري راه ألوان كثيرة وأشكال كثيرة. هذا زي هندي. إيه. تبارك الله. البنات اللي كيبغوا اللبس الهندي راه جابوا ليكم. راه قلت لي جيبوا راه باغينو البنات. هانتو جابوا ليكم لبسة هندية ناضية. هذه كم كلها؟ كم تيجي؟ هذا على حسب. هذه النوعيه على 60. اي ما شاء الله. ان شاء الله كيما قلت لكم 50 كان على 50 على حسب. شتو ما شاء الله كيف دايره انتم. وهذه كما كتشوفوا المخاور ترى انواع واشكال. عنده بالشيلان عنده بدون الشيلان اللي تبغون. وزي ما قلت لكم الاسعار كتسولوني عليها الاسعار مناسبه من 90 80 100 60 حتى ل 60 كما كتسمعوا راهي المحل. شوفوا هذه كلها ما شاء الله المخاوير اللي صراحه كما قلت لكم بالشيلان بدون الشيلان اسعارهم مناسبه كما كتشوفوا ما شاء الله انتوما. شوفوا الصدري ترى التطريز حق الصدر مختلفه اشكال كثيره انتوما. شوفوا كاين المخاوير حتى ديال المليفه. على المليفه ومعنا كرب. معنا على الكرب كمان. شوفوا هذه كلها مليفه. شوفوا ما شاء الله. المهم كما قلت لكم راه عدوا المليفه سميتو كاع الالوان كاع الالوان كاع الاقمشه الكريب داك الشيفون كلشي كلشي ما شاء الله عنده كله. هذا كما كتشوفوا الخيط وهذا حرير. هانتوما هذا حرير. وتبارك الله الالوان اللي تبغوها راه كاينه. شوفوا تبارك الله كلشي متوفر عنده. جيب لكم الشيره عنده الشيره. هذا خيط مزور وهذا الباقي كله على حرير. هانتوما المخاور حق الحرير.
هنشوفه. وهذه جوهرة مختلفة عن الأولى. وتبقى لك إنك تشوفها المحل. شوفوا هذه التليجة ما شاء الله ديال الحرير، شوفوا كيف ما شاء الله. المهم فيها الالوان غادي تطلع لكم بالنسبه لي، راه ما شاء الله يطلع لكم كذاك الشيء اللي كنتوما كتبغيو. شفتوا ما شاء الله هانتوما هذه كلها الوانها، كل انواع التليجه. ايوا وهذه التليجه بالحجر، طلعنا شي وحده نوريها لهم. صراحه هذه كتجي حتى الفراشات بالنسبه لي، كتبغي دير فراشه عطيهم خيرين. هادو راه كتشاركتهم معكم في مجمع العائله، مخيطين فنين. شوفوا تقدروا ديروا جلابه حتى هو كيجي خطير، داك الجلب ديال يكون مع مقفيطين. شفتوا ما شاء الله هانتوما وبالنسبه للسوستي كتسولوني عليه، هانتوما ما شاء الله الالوان شوفوا كله تبارك الله. وكمان عندي كاين كمان النوع الاخر. شوفوا ما شاء الله راه كلشي كلشي تبارك الله عنده. كما قلت لكم محل راه كبير ماشي محل صغير، وتبارك الله كلشي عنده. وهذا التوب ديال الجلاله بالنسبه للنساء هانتوما. منزلين كله جديد الوان جميله، هذه جديده هانتوما. بالنسبه للناس اللي كيسولوني على الكريب هانتوما، هنا كم اللي يجي الكوبو؟ هنا الكوبو على حسب، في 120 في 150 في 40 يعني 80 على حسب. شوف هذا كريب الوان جديده كله. شوف ما شاء الله كله في السامبا. اي ما شاء الله هذه اللي جمبرة ما شاء الله. بالنسبه للخوات اللي كيسولوني على لازا، شوفوا ما شاء الله راه الوان واشكال. شوفوا تبارك الله انتم، شوفوا شو الالوان ما شاء الله كلها لوينات غزاله. كم هذه سعرها؟ هذه 40 40 ريال. شفتوا ما شاء الله ترى هذه الاصليه ما شاء الله. لازم في نوع من هالالوان. وهذا البروكار، البروكار يكون وعندنا بروكار بالحجر كمان، هذا كله بروكار ما شاء الله. هانشوفوا ما غير زوي ونشوفوا يجي جلي البيت. هذا اللون عندي شفتوا اللوينات اللي فيه، المهم فيه لوينات كاملين، في هذا بحال الزرق وفي هذا الكرونه. المهم تبارك الله راه عنده داك الشيء غزال. شوفوا هذا بالنسبه اللي كيديروه قفيطنات. شوفوا هذا القماش، هذا ايش هذا؟ التليجه كلها. التليجه شوفوا ما شاء الله انا بالنسبه منبت هذا. شفتوا المحل انتم في علامه المغرب وعلامه السعوديه كما كتشوفوا. تبارك الله المحل راه لقيته عامر، فيه اقبال زوين ومعاملتهم بصراحه جدي طيبه، هادشي علاش كنجي عندهم. شوفوا تبارك الله انتم، شوفوا ما شاء الله هذه التليجه ديال المبره. شوفوا تبارك الله شي حاجه لي طوب. شوفوا شو تبارك الله فيها اللوينات كاملين، شوفوا كيف دايره. كما كتشوفوا اللوينات صراحه فني، يعني ما شاء الله كيجيو تكاشط وغزالي. هانتوما اللوينات راه كاع اللوينات كاينين. شوفوا اللوينات طلع ليا واعن، هذا الكحال داخل فيه اللوان، هذا الموف، المهم كاع اللوينات. هذا كم يجي الكوبو؟ هذا 450 ما شاء الله. ان شاء الله راه فيه تفاوض لانه في انواع من القماش ديال الجلالب كما كتشوفوا. هانتوما يحلينا واحد، شوف كيف داير. هانتوما نقرب لكم، شوف فيه الخطوطه ما شاء الله فن. سوسي ما شاء الله داك الشيء عندهم طوب طوب ما شاء الله. كم هنا يجي الكوبو؟ الكوبو فيه ب 60 وفيه ب 70 ما شاء الله. كما كتشوفوا هذه كلها مبرة والاسعار مناسبه، حتى ديك المشجره عندهم شفتوها. كما كتشوفوا هذا هو المحل اللي تصورت لكم، هانتو سميتو هانتو مقابل مع هاد المحلات ما شاء الله. الجرب 30 وهذه ب 30 ريال اللي وريتكم شفتوا ما شاء الله. هذه ديال الحرير السعر ديالها من 80 من 100 حتى ل 80 ريال. شفتوا ما شاء الله
وهذه كمان نوع الجوهره الثاني نوع هذا حق الدمعة ولا كيف؟ هاي عندنا في الصف هي اليمين كل الجوهره عندك انواع الجوهره شو ما شاء الله شوفوا ما شاء الله شي حاجه لي طوب حرير شوفوا كيف دير شوفوا اللوينات فنين ترى الزواقة تختلف لاحظتوا كل الزواقة مختلفة شوية كمان زواقة جديدة هذه جديدة شوفوا تبارك الله تتجنن هذه اش كثيرة هنا كم الأسعار؟ 120 وكما قلت لكم أسعار مناسبة كل داخل الجنايز كتبتوا وهذه الألوان ديالها هذا إيش هو؟ بروكار 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 منبت بالحجر هذه ألوانها هذه ألوانها ما شاء الله شكرا كثير صراحة غزال مبرشة الحاج حال غزالة غزالة شوفوا تبارك الله كم الكوب هذا؟ هذا 150 فيه الألوان صح؟ الأزرق ديالو خطير شوفوا تبارك الله شوفوا ما شاء الله انتم شوفوا واعر هذا الجديد صح؟ هذا الجديد ما شاء الله هاتوا اللوينات خطيرة هاتوا الموف والأزرق شوفوا هذه كلها التليجة شوفوا هذه كلها ألوانها